الرحيم بيان أهالي وثوار مدينة مصراتة في الوقت الذي يتابع فيه جميع الليبيين مجريات الأحداث في العاصمة ويشير إلى خطورة ما وصل إليه من أحداث وما نجم عنها من نتائج مأساوية. ومن هنا ومن مدينة مصراتة الصمود فإننا نعلن ما إن أولا إننا يدا واحدة ضد الميليشيات المارقة المسيطرة على العاصمة والتي عبثت بها وبأهلها وتعطل قيام دولة المؤسسات. ثانيا نؤكد نحن أهالي وثوار مدينة مصراتة الصمود حالة النفير القصوى ونحذر كل من تسوم له نفسه المساس بالقوات التي تحركت لتطهير العاصمة. وبهذا نطالب كافة ثوارنا الأشاوص بالالتحاق فورا والتوجه للالتحام مع إخوتهم في الجبهات. ودامت ليبيا حرة مستقلة صدر في مصراتة السبت 12 من محرم 1440 هجري الموافق 22/9/2018 ميلادي. الله أكبر.